يبدو أن أهداف مشروع دعم إزالة الألغام والحماية وتنمية الفئات الضعيفة المعروف ببروديكو قد حقق معظم أهدافه في ولاية بوركو. هذا ما شهده الوفد الذي جاء إلى الولاية في الأيام الماضية ضمن زيارة ميدانية وحديث مع الأمين العام لمقاطعة بوركو يالا. أنتم وولا خدمة دولا أنتم ده اللي يعاردي أنكم يزيد لهم كلا اللي يعوز لهم بوتا بنا من الدنيا ما يدوس شيء ولكن الجروز بدورهم أهالي المنطقة من المتضررين وأسر الضحايا أشادوا بالنتائج الإيجابية للمشروع ومدى استفادتهم معنويا وماديا وتعليما مهنيا من خطط ومشاريع بروديكو كمبادرة جمعية من شأنها تقديم قروض لخلق فرص عمل للمتضررين، أي أنها بمثابة منظمة حقيقية للمساعدة ومنح القروض الصغيرة.